بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي ميرزا فرزانة بنت محمد فوزي. إن شاء الله في هذه الفرصة سأقدم لكم عن موضوع القضايا الاجتماعية في الرواية ساق البامبو. ما هي الرواية ساق البامبو؟ رواية ساق البامبو نشرت عن دار العربية للعلوم ببيروت في عام 2012، وأما في 2013 قد فازت بالجائزة عالمية للرواية العربية. وفي عام 2016 تم تجسيد رواية ساق البامبو في عمل درامي كويتي، وتمت ترجمتها إلى لغات عديدة منها اللغة الإنجليزية، كورية، فارسية، تركية واللغة الفلبينية. رسم الكاتب من خلال الرواية بيئات مجتمع مختلفة من حيث الجنسية والديانة والعادات والتقاليد. قد تتكون هذه الرواية 396 صفحة وستة أجزاء. الجزء الأول عيسى قبل الميلاد، والثاني وعيسى بعد الميلاد، وعيسى التيه الأول، وعيسى التيه الثاني، وعيسى على هامش الوطن، وعيسى إلى الوراء يلتفت. من هو سعود السنعوسي؟ سعود السنعوسي هو كاتب وروائي وصحفي كويتي من موالد 1981. قد حاز السنعوسي كثير من الجوائز، منهم المركز أول في مسابقة قصة قصيرة، الجائزة عالمية للرواية عربية بوكر، جائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب، جائزة دولة التشجيعية في مجال الأدب. قد حاز أيضا على اللقب الشخصية العام الثقافية، وهي جائزة محمد البنكي. ومن أعمال السنعوسي الروايات سجين المرايا، حمام الدار، ساق البامبو، ناقة الصالحة، فئران أم الحصة، القصة القصيرة، البنزاي والرجل العجوز، المسرحية، المسرحية الغنائية مذكرة بحار، ومسرحية نيو جبلة. ننتقل إلى الملخص رواية ساق البامبو. في الجزء الأول يتحدث عن بطل الرواية الذي يملك أسماء مختلفة مثل عيسى هوزي فيليبيني والأرابو لأنه فيليبينيا وكويتيا. يتحدث أيضا عن قصة أم عيسى تسمى جوزافين من خلال تصوير حياتها فقيرة مؤدمة، واضطرت إلى السفر للكويت للبحث عن فرصة للعمل. وفي الجزء الثاني يتحدث عن حياة جوزافين بعد الرجوع من دولة الكويت إلى الفلبين، وكذلك من خلال الأحداث التي تدور حول حياة عيسى مع أمه وجده وخالته في أرض المندوزا. وفي الجزء الثالث عيسى التيه الأول، الأحداث التي تدور في أرض المندوزا بعد رحيل المرلا، ويتحدث أيضا عن حياة عيسى بوصفه تاجر موز في تشينا تاو مانيلا مع صديقه شان الصيني. في الجزء الرابع عيسى التيه الثاني يصور كاتب عن حياة عيسى بعد وصوله دولة كويت و بيئة الكويت من ناحية أعراف والعادات والتقاليد. الجزء الخامس عيسى على هامش الوطن. هذا الجزء يصور تجربة مريرة لعيسى لأنه لم يكن جيدا في الكويت بسبب عدم الاعتراف من قبل العائلة الطاروف، لأنه ابن كويتي وابن خادمة فلبينية. وأخيرا الجزء السادس عيسى إلى الوراء يلتفت. هذا الجزء يصور عودة عيسى من كويت إلى الفلبين، ويبدأ الحياة الجديدة مع زوجته ميرلا. الآن نصل إلى لب الموضوع، القضايا الاجتماعية في الرواية ساق البامبو. أولا السمات الريفية. قد رسم الكاتب في روايته بعض المعالم الريفية الصافية كأشجار والحيوانات مثل الأشجار مانجو والبامبو والموز والجوافة، وأيضا حيوانات أليفة مثل الكلب والديوك. ثانيا سمات المدينة، ظهرت حياة بذاق والغنى على بيت ماما غنيمة الذي يقع في الدولة كويت،
فكان سنعوسي يصف غرفة المعيشة والمناظر والطبيعة في بيت عائلة الطاروف، كما يقول في الرواية: تناسق الألوان، الأثاث، رقام الأرضيات، وقطع السجاد الفاخر. ثم القضية الهجين. أما الشخصية الرئيسة مختلطة الجنسية، شخصية عيسى، لأنه مولود من أب كويتي وأم فلبينية. وبعد ذلك الهجرة للعثور على العمل. كان سنعوسي حاول إبراز مجتمع مهجر من خلال تصوير جوزافين بأنها فتاة فلبينية حالمة هاجرت إلى الكويت للعثور على العمل. خامسا، التفكك الأسري. برزت قضية تفكك الأسري في الرواية بشكل واضح عندما بدأ القصة زواج جوزافين من رشيد الطاروف سرا، ما أدى إلى الغضب عائلة الطاروف على رشيد وطلاق رشيد وجوزافين، وبعد ذلك طلاق رشيد وجوزافين. وأخيرا، صور الاغتراب للمجتمع البدون. المجتمع البدون هو مجتمع بدون جنسية في الكويت. يصور الكاتب اغتراب غسان كان يعيش حياة الكآبة لأنه لم يستطع أن يتزوج بسبب تصنيفه من فئة البدون. شكرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.